هلو، اليوم كنت راح ارسم متابعة في التيك توك، بس حسام دخل بالعرض يقول عنده فكرة اسطورية ويبى يرسم يحلل الاجازة قبل لا تخلص. وعلى فكرة عنده افكار كثير يباني كلها طبقها في مقطع واحد، بس انا قلت له صبرك صبرك، يعني جاي اخر يوم في الاجازة وتبى تنفذ كل هذه الافكار. اساسا الوقت ما راح يكفينا، بس ان شاء الله راح ننفذ فكرة فكرة بس في مقاطع مختلفة. المهم اختار اليوم انه يرسم جامبل وداروين، اتوقع كذا اسمائهم لاني صراحة ما عمري تابعت هذا الكرتون. المهم اني اقترحت له فكرة كيف يرسمهم مع بعض، بس فكر وقال لي يا عم شادي انا ما حبيت فكرتك بصراحة، بس عندي فكرة اسطورية وراح تعجبك اكيد. قلت اوكي، بما انك انت اللي راح ترسم نفذ الفكرة اللي تريحك. نفسي بصراحة ينفذ الفكرة اللي في راسي، بس ما بيدي حيلة، ما اعرف كيف اقنعه. المهم خلاني اخطط الملامح عشان هو يرسم الرسمة، وكان المفروض بصراحة اني اخليه هو يرسم الملامح بنفسه عشان يتعلم، بس اليوم ما في وقت، فخططت له انا بنفسي وخليته يلون الخلفية. حيبدأ اول شيء بالشخصية اللي فوق، اتوقع داروين، هذا هو داروين والله اعلم. المهم اننا خلطنا اللون الاورنج باللون الابيض عشان يكون فاتح شوية، بس انه هنا في التصوير باين انه غامق شوية لكنه في الواقع افتح. حسام بيلون تحت ضغط كبير، قلت له ما يعدم الخلفية، ما يعدم الطاولة ابدا، يحاول يلون بحذر الاطراف ما يعدم للطاولة فيها، وماني قادر احط شيء تحت الطاولة عشان التصوير. فلازم يتعلم الدقة، هذا اختبار. حسام بعد ما لون الخلفية انمسحت الملامح اللي رسمناها، فعاد التخطيط من أول وجديد، وحلو يعتبر تمرين ليده إنه يعيد على نفس الرسم اللي أنا رسمته. وبعدين بدأ يلون الخلفية اللي تحت اللي هو جامبل، بس حسينا فجأة اللون الأزرق شوية غامق، فتحناه زيادة باللون الأبيض، لأن اللون إذا خلطناه يكون لونه فاتح، يوم نجربه في الرسمة يكون غامق، وغير كذا لما ينشف يغمق زيادة، فحطينا الأبيض وخليناه مرة فاتح عشان يكون زي ما إحنا نبغاه في الرسمة. بس حسام متوهق شوية في التلوين، خايف إنه يلون الخلفية كاملة وبعدين يمسح الرسمة ويعيدها من أول وجديد، راح يكون أصعب أكيد. بس المهم ذكروني في المرة الجاية إني ألون الخلفية بعدين أخطط الرسمة عليها مو العكس. آخر شيء حسام يقول هذا اللي فوق له شيء زي الذيل من ورا، قلت له يا أخي أنت ارسمها بنفسك مو لازم أنا ارسمها، متعود كل مرة يقول يا عم شادي ارسمي لي، إذا أنا راح ارسم لك كل مرة ما راح تتعلم. واضح اليوم مستواه متطور، حتى الذيل ما شاء الله صار حلو. بعد ما خلص الخلفية والتحبير بدأنا بتلوين التفاصيل. انا طبعا اخذت هذه الاداة عشان اعلمه كيف يرسم بها، وبدأت احبر بيها، بس واضح انها ما عجبته، فاخذ فرشة صغيرة وبدأ بتلوين العيون. طبعا انا قلت له لازم يلون العيون اكثر من طبقة عشان تكون الرسمة واضحة، لان اللون اللي تحت في الخلفية لون ازرق، فاللون الازرق غامق والابيض فاتح، فلازم نلون اذا الابيض فوق لون غامق لازم نلون باكثر من طبقة عشان يكون مرة واضح ويكون اللون قوي وتكون الرسمة مركزة. فبدأ يلونها بأكثر من طبقة أكثر من طبقة لين تعب، قال خلاص ما راح يقدر يزيد، وشوية يلون بالفرشة وشوية يلون بالقلم. كان زمان يحسب إنه الفرشة للمحترفين والأقلام للمبتدئين، بس حاليا اكتشف إنه في بعض التفاصيل الدقيقة بالقلم تكون أسهل، فصار عادي يستخدم القلم. اليوم حلقي مرة تعبان، وحسام مركز كأنه هذيك البنت اللي ترسم آيلاينر. رحت ريحت حلقي شويتين وجيتكم، شربت لي مشروب مرة يبي. طبعا الجو مرة حار، فأنا من الليل قاعد أشرب ثلج ثلج ثلج، يعني مشروبات مثلجة، فخلاص مرة حلقي نشف. المهم حسام مرة أبهرني ما شاء الله بالتحديد، يعني مستواه مرة قاعد يتطور. أنا دائما أقول له يعني لما ترسم كثير تصير فنان أكثر، يعني دائما هو يحسب إنه لو ما رسم يعني كذا حيتطور بدون ممارسة، كذا حيتطور من نفسه، أكيد لا، كل ما تجرب حتتطور وترسم أحسن. شوفوا ما شاء الله اليوم، يعني عشان قاعد يرسم من فترة، فشوفوا ما شاء الله كيف رسمه صار حلو، يعني رسم أكثر من مرة قبل. وكمان كانت مشكلته مرة إنه خايف يخطأ، يعني خايف يسوي الرسمة وتطلع مو حلوة. فقلت له أنا دائما بالعكس إنه تتعلم من أخطائك، يعني أنت إذا ما تخطأ ما راح تتعلم، وكل ما تخطأ يعني أنت بتتعلم، يعني أنت بتتطور، فعادي مرة عادي نغلط. أنا بنفسي مرات أرسم رسمات الله أعلم كيف تطلع، فيمكن قاعد يرسم اليوم وهو مو خايف يغلط، عشان كذا ما شاء الله الرسمة طالعة بيرفكت. واو واو، حتى في رسم الرموش في تطور بصراحة، مرة أبهرني، حبيت. تذكروا زمان كيف كان مو عارف حتى يرسم أيادي العنكبوت؟ ما يمديني أرسم الداء، ما يمديني يا الله. نعيد. أخيرا بعد ما خلص حسام، طبعا أنا الفكرة اللي عطيته يسويها وما نفذها أنا لسه في راسي، نفسي أنفذها، نفسي أشوفها في أرض الواقع، فيدي تحكني مو قادرة، فغيرت رأيي، ما رح أرسم رسمة المتابعة، رح أرسم الفكرة اللي عطيتها حسام، وأتمنى أنها تتخطى، رح أرسمها إن شاء الله في مقطع ثاني. قد صبرت كثير أكيد رح تقدر تصبر أسبوع. المهم أنا الرسمة اللي حبيت حسام يرسمها في البداية ورفض، ما قدرت أتخطاها بصراحة، وقلت لازم أرسمها، فحبيت أخلي جامبل وداروين فوق بعض كأنهم كب كيك أو إسكريم، ومن تحت أرسم وافل أو الكيكة نفسها، ومن تحت رسمت زي الكريمة ذايبة، بس حسيت إنه الديزاين شوية قديم، لكن قيد التعديل.
المهم احترت في الأخير ألوني بالألوان المائية ولا ألوان الأكريليك. في الأخير اخترت الألوان المائية، قل لك يعني إني حسيت إنه بيكون التلوين بيها أسهل. فرحت جبت هذه الفرشة حقتي القديمة اللي اشتريتها من قبل 5 سنوات ولا عمري استخدمتها، قلت خليني استخدمها، حرام مرصوص عندي على الفاضي، وهذه أول مرة استخدمها. وللأسف سبت الرسمة في النص ورحت وجيت ونشفت الطبقة والألوان المائية ما تتعدل لو نشف، فحبيت أسوي سكيب وأدخل للمرحلة الثانية. قلت خليني أبدأ بتلوين جامبل، جبت برضو هذه الفرشة الثانية اللي برضو ما عمري استخدمتها واشتريتها من 5 سنوات برضو. بدأت التلوين بس أحس الفرشة ما تجمع موية كثير، أو يمكن أنا بطيئة في الرسم، الرسمة قاعدة تنشف قبل لا أكمل التلوين وتكتل وشكلها مو عاجبني بصراحة، فماني عارفة. بس قلت يلا خليني أكمل أشوف النهاية، لا أستعجل وأحكم على الرسمة من بدري، لأنه غالبا لما تخلص الرسم بعدين تبان ملامح الرسمة، على أساس إني جبت كلام جديد أكيد يعني لما أخلص الرسم حتبان ملامح الرسمة. يا أخي في كلام في بالي بس ما عرفت أوصله. المهم بدأت في الطبقة اللي فوق اللي هو داروين، بس حسيت إنه المشكلة ما كانت في الفرشة، المشكلة كانت فيني أنا، لأنه شوفوا لما كثرت الموية صارت الرسمة سلسة واللون بسرعة يتلون وما يكتل زي قبل، فحبيت. بس بصراحة الرسمة لسه مفشلتني، يعني حاسة لا 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 هذه مش الدو آرت، هذا مو رسمي وهذه مو أنا. فجأة جاني شعور اللي لا 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 يا شدو لا تستعجلي، يمكن لو أضفتي الملامح لو حطيتي تفاصيل حتبان الرسمة وحتصير أحلى. فجأة أطالع في الخلفية، أطالع في جامبل، أطالع في داروين، إيش هذا كل شيء أبشع من اللي قبله. فقلت لأ، جبت البلت، ما عليكم أبدا من الألوان اللي على البلت، جبت بلت وحطيت فيه لون أورنج ولون أزرق ولون أبيض، راح أخلط الألوان مع بعض، وهذه الدرجة من السوامي سماوي حسيتها حلوة للجامبل، والأورنج كمان خلطته مع الأبيض وحسيت هذه الدرجة. بدأت التلوين يا أخي، شوف السلاسة، شوف اللون كيف زاهي، شوفوا هنا الإبداع، هنا اللي حسيت من جد. بس بصراحة إنه الألوان المائية هي ما هي سيئة، لكن أنا اليوم ما استخدمتها بطريقة صحيحة، فهمتوا كيف؟ فماني فاضيت لها، هي بلا روقان وتستني الطبقة تجف وحركات وبركات، أنا حاليا ماني فايقت لها، أبى شي سريع وفي نفس الوقت يكون حلو. نفس الطريقة لونت داروين وبديت أتبشر بالخير، بديت أحس إنه من جد الرسمة حتصير واو. يا أخي الألوان واضحة، الألوان زاهية، يعني تحمس إني أضيف التفاصيل وأكمل الرسمة. فغمقت نفس الألوان وحطيت لها ظل وبدأت برسم اللسان. طبعا التفاصيل مرة راح تفرق في النتيجة النهائية، مرة راح تفرق سواء الظل والنور والتفاصيل الدقيقة اللي أغلب الناس ما يحبوا يركزوا فيها زي حسام. وبعدين لونت فم جامبل كمان باللون الأحمر واللسان باللون الوردي، وطبعا أنا تركت فراغ العيون أبيض عشان إذا ضفت اللون الأبيض يكون واضح وناصع وما يحتاج إني أضيف طبقات كثير عشان يوضح. وآخر شي حطيت لمعة تفرق مرة كثير في الشكل كمان، يعني كذا تخليه كأنه حيوي كأنه حقيقي مثلا، فهمتوا؟ خاصة إذا في ظل في الرسمة لازم نضيف نور، فأنا أضفت هذا اللون الأبيض كأنه انعكاس نور على المكان و بيخلي الرسمة حية، الكيكة تشهي كمان. بس المهم أنا حاليا راح أتحدى حسام إنه يرسم نفس هذه الرسمة بكل التفاصيل اللي فيها، حرفيا كل التفاصيل الدقيقة زي ما أنا سويتها، وينفذها بدون ما أنا أساعده في ولا شيء، سواء يسويها هو في البيت أو يجي عندي يسويها، المهم هو راح يسويها الرسمة كاملة. التخطيط للتلوين هو دايما إيش يقول، يا يعني مشادي أنا أدخل لحسابك ما أشوف مقاطع تعلمني، يعني أنا أشوف المقاطع اللي أنت تسويها بس ما فيها الطريقة، شوف في هذا المقطع نزلت كل تفاصيل الرسمة، يعني ما في شيء ما صورته، فأتوقع أنت تقدر تنقل من هذا المقطع وترسم. وبس والله أنا قررت في النهاية أضيف قطع شوكولاتة فوق داروين وكذا على وجه جامبل شوية، يعني كأنه تلطخ بالشوكولاتة اللي قاعد ياكلها، لأن الكيكة أصلا كيكة شوكولاتة. ومن تحت حبيت أسوي زي الوافل بس ما في وقت. آخر شيء جبت قلم ماركر ضد الموية عشان أحدد الرسمة، وبس وأنا أحدد حسيت إنه التحديد مرة سميك، ما أدري متخوف لا يخلي الرسمة مرة بشعة، بس قلت خليني أكمل جهة واحدة وأجرب وأشوف. بس يوم خلصت ما عجبني بصراحة، فجبت قلم نحيف ثاني وبديت أجرب، بس هذا القلم واضح إني اشتريته من زمان بس ما استخدمته، ليش نشف يا أخي؟ وأنا صاملة ألون، أحسب إني لو كملت في نص التحبير حيش اسمه حيلون، فبدلته وجبت آخر شي قلم ماركر، ولكن أنا هذا خايفة منه لما أخلص الرسمة ينعدم، يعني يوم أجي أحط الورنيش اللون يسيح، بس ما بيدي حيلة، ما عندي غيره أسود، فحبرت بيه وراح أحبر الرسمة كاملة وكل التفاصيل السوداء والعيون والرموش. بس أنا ماني عارفة هل إني أخلي الخلفية كذا ولا ألونها هي كمان باللون الأسود، احترت بصراحة، بس حددتها باللون الأسود وكنت خايفة إنها تخرب، لكنها ما خربت وصارت تجنن. وهنا راح أسوي لكم حيلتي السحرية 1 2 3 بوم، شوفوا كيف رسمتها بال، والله العظيم ما توقعت إنها تطلع بهذا الشكل. الخلفية لو انت بلون سماوي فاتح مرة، بس ما ادري ليش في اللون هنا في التصوير يعني باين انه غامق مرة.
والحمد لله اني ريحت ضميري ونفذت الفكرة، وبصراحة الشكل مرة صار يشهي، فتحمست اني اروح اسوي لي مشروب شوكولاتة. فجبت حليب شوكليت وحطيته في البيتشر، راح ابخره واسوي موكا. اساسا حلقي نشف من الكلام الكثير، ومن جد احتاج اشرب شي دافي يريح حلقي. واستخلصت قهوة من الآلة وبخرت الحليب اللي بالشوكولاتة ورسمت على القهوة، وصارت أحلى موكا. واو، انجوي والله. وبس والله، هذه رسوماتنا في مقطع اليوم حسب فكرة حسام. وإذا عجبكم المقطع اكتبوا لنا تحت في الكومنت رسمة مين أحلى، شدو آرت ولا حسام الرسام. وكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع، شكرا على المتابعة، لا تنسوا تتابعوني في حساباتي في السوشيال ميديا. في المقطع الجاي بإذن الله راح أرسم رسمة طلبتها مني متابعتي، وهي رسمتها هي، يعني أرسلت لي صورتها وقالت لي أرسمها، وأنا سحبت عليها مدة طويلة، بس بإذن الله المقطع الجاي راح أرسمها. إذا ما أنتم مشتركين حطوا سبسكرايب على الجرس عشان ينزلكم كل شيء جديد.